أهم شيء نسير على الجميع الموجود هنا ونكون احترام ديالي والتقدير ديالي. المقابلة دائما ضد الرجاء، عمرها ضد الرجاء كتكون مقابلة سهلة، ولا للرجاء مقابلة ضد الماتش كتكون مقابلة سهلة، حكم الحمولة التاريخية اللي كيحملها هذاك المايو ديال لي دو زيكيب. وكنظن بأن مقابلة وفات بالوعود ديالها بالانتظارات ديالها. كنظن بأن الجمهور شاف واحد المقابلة مفتوحة، خصوصا في الشوط الثاني بحكم أننا درنا طوال ريال، خدينا لو ريسك باش أننا يمكن له يتشجل علينا في أن كونتر، خصوصا في تواجد لاعبين في مستوى ديال اللاعبين اللي كاينين في الرجاء واللي عندهم بوكو دو كاليتي، ولكن حاولنا أننا نضغطو ونسجلو أهداف. يمكن في الشوط الأول كان بإمكاننا أننا نسجلو جوج ديال الأهداف، حاولنا نلعبو على لو دو ديال الكومبارتيمون ديفونسيف، خصوصا في الظهر ديال الخفيفي، في الظهر ديال المقدم، وكنظن بأننا نجحنا، لأن نجحنا ولينا ما سجلناش، يعني نجحنا في أننا دوزنا واحد أربعة ولا ثلاثة ديال الكواري واللي كانوا خطيرين، كان بإمكانهم يجيبوا لنا على الأقل جوج ديال الأهداف. مازال أنني خصني بالمنظور ديالي كضربة جزاء في الكرة ديال البدوي، من الوقت اللي خدا هو كارتون جون كانت ضربة جزاء مستحقة لينا. خصني نرجع نشوف لو بوت اللي تماركات الرجاء، واش كاين اونجو ولا لا. على العموم الشوط الأول كذلك حاولنا أننا نعرفوا بأن الرجاء عندهم لا سورتي دو بال بلوك كتكون هي اللي كتكون حاسمة، ومن ثم كيلقاو التزيكيين، وحاولنا أننا نشدوا لا سورتي دو بال ديالهم. وكذلك عندهم حارس كذلك خدنا بعين الاعتبار اللي كيخللو في الوقت باش كيقدروش يخرجوا البالون ديفونسور في الأول يخرج أخر. نجحنا فيها بزاف المرات، يمكن نشدوا لو طوا فين لاننا سجل اي اتاك ولا لو كومبارتيمون ديفونسيف لو مومون فونسي تيلعب كره طويله ما تبعوش وما خرجوش باش انهم ياخذوا ذاك لو بالون اللي جاي طويل. كنظن على العموم كنا جايين المقابله بطريقه جيده، يمكن خدا منا هذه الحاله، هذه الوضعيه ديالنا خدات منا واستنسفات منا من الناحيه البدنيه. تعرفوا بان اللاعبين مشكورين مره واحده اخرى الرجال، لانه في واحد الوضعيه اللي صعبه و qui compensait sur le plan mental. On a trouvé que la fatigue mentale c'est plus difficile que la fatigue physique. On a trouvé que la génétique a été en train de se faire des problèmes لا فيتور تاكتيك ديال اللاعبين ديالو يمكن لنا يجري ان بلوك باش اللي نديروه بطريقه جيده. حنا حاولنا هاد الكره ديال عينه اللي يمكن كانت تسجل، كذلك يمكن فتره من الفترات وقعنا في التسرع بما كنلعبو كواري اللي كانوا الامام واللي كانوا غالبا كانوا سيئين، لكن على العموم بالنسبه لنا يعني كتبقى واحد المقابله اللي انهزمنا فيها واللي هذا الشيء ماشي طيب. نتوجهوا للمقابلة الجاية إن شاء الله، صحة الرجاء اللي حنا نتوجهوا إن شاء الله للمقابلة الجاية اللي عندنا بالنسبة لي مقابلة الموسم، يعني بحال المقابلة ديال المعراج اللي جات ضد المحمدية، ستة ماتش اللي خصو يتربح. نتمنى من الله باش الناس كذلك اللي غادي يكونوا كيحكموا بين جوج الفروق يحكموا بوجه الله قبل كل شيء، لان كاين الناس اللي كيطلبوا تماما منا اللاعبين الاخر واحد يكفي ما عند المغرب فاس يكفي ما تنعني. فنتمنى من الله باش الامور تكون، لان بديت نسر لكم مقابلات فكاين لا غير المقابله ديال الفتحه مشات ليا دو بوان في لو ماتش الي بيلانتي كبير في الصف وثلاثه البيلانتيات في المقابله اللي فاتت تروا بيلانتي. الناس هضروا على لو ديرني بينالتي ديال لو غارديان، قبل منه كاين بينالتي بيرميتون ديال الصهر وكاين بينالتي كذلك ديال العينه خاص الصهر. نتمنى من الله الامور كلها في العطل الحق ديالو. شكرا للجميع. كما قلت في الشوط الاول واللاعبين عندهم بوكو ديفيكولتي سكول بوكيتي، لان حنا ما كنديروش نلعبو غير مقابل ما نحيدوش العينه ما كنديروش هذا وكذا. يعني كنتمنى من الله باش الوضعيه ديال الفريق المغربي الفاسي تصلح اسرع وقت ممكن،
وحنا احنا واد اللاعبين راه ما غاديين نديرو شي حكينا وغنديرو كل شيء، وما حد الامور هذه تزيد صعاب، وحنا نزيدو نحاولو نبدلو المجهودات، ولكن كنتمنى من الله باش الامور تتقاتلو في اصعب وقت ممكن، لان انت شتي بزاف اللاعبين اليوم هو الناس اللي دخلوا تعطل الناس نورمال، كان كنتخوفوا من الاخطار ماشي النتائج ولا الاخطار، انا جاي كما قلت المقابله اللي جايه غادي نحاولوا ان شاء الله بجهد الله نحلوها باش ما كان نحاولوا اننا هاد اللي نفقوا اللي ناقصين لي بوا دي بوا اننا نجيبوهم في قمه هذه الحاله الراهنه ديال فريق المغرب الفاسي، نؤديو الامور ديالنا بامانه اللي تتناسب مع الوضعيه الحاليه، لان ليزوبجيكتيف الوضعيه الحاليه كيتغير تمشي مع الوضعيه على حسب ليزوبجيكتيف، وخصنا نجيبو هاد لي تروا دي بوا لو بلو تو بوسيبل ان شاء الله ابتداء من المقابله اللي جايه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.